السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحبيبين متابعين قناة الكابتن راضي عصام وقناة راضي تي في على اليوتيوب. بتمنى الكل يكون اشترك بالقناتين وفعل زر الجرس، وإن شاء الله تعالى بقدم محتوى نافع لكل المتابعين، والله ينولنا الأجر والثواب. طيب اليوم جبت لكم وكتبت لكم أربع نقاط أساسية لأي رياضي حابب يعزز ثقته الرياضية، وهلا ننتقل على النقطة الأولى. أول نقطة إنه لا تستسلم أبداً. لا تستسلم ابدا اذا صممت على تقديم اداء واثق. اذا انت في اداء واثق من نفسك انك رح تقدمه فلا تستسلم، لانك انت هذا الشيء واثق انك انت رح تنجح فيه. اصمد مهما اعترض طريقك من صعوبات. ما في اي طريق رح نأدي الا تكون في له صعوبات وعراقيل. ما في طريق ابدا ممهد لك وانك تمشي بدون اي تعب. فلا تستسلم في الحياه وبالرياضه، على فكره مو بس يعني في الرياضه، وستكون قادرة على الصعود إلى القمة مجددا حتى لو نزلت إلى الهاوية، بس ترجع تطلع القمة مرة ومرتين وثلاثة وعشرة لتوصل للقمة وتحقق هدفك. سنزيد فرص نجاحك بالمحافظة. شلون بدي أزيد أنا فرص نجاحي بالمحافظة؟ على إنه أنا أتمسك بربط جأشي إنه أنا قادر وعندي ثقة بنفسي مشان أقدم أداء واثق ومتواصل رغم الفشل اللي فشلت فيه. فلا تستسلم أبدا. وننتقل هلا على النقطة الثانية لتعزيز الثقة النفسية الرياضية. انطلق من نقاط قوتك اخوي، حبيبي انطلق من نقاط قوتك. صديقي صديقي، دائما انت عندك نقاط ضعف ونقاط قوة، انت لا تمسك نقاط ضعفك، امسك نقاط قوتك. ركز ايش في عندك نقاط قوة اكثر ما انك تركز على نقاط ضعفك. استخدم نقاط قوتك كلما امكنك فهم سلاحك في مواجهة خصومك. ستزيد هذا الامر من فرص النجاح الرياضة وتغذية ثقتك في انك تستخدم نقاط قوتك انت. فأنت بتقول أنا مثلاً نقطة القوة اللي عندي والثقة بنفسي إني أنا وقت بلعب رياضة بلعب شيء أنا بحبه من كل قلبي، فهي نقطة قوة إنه أنت بتحبها من كل قلبك. مثلاً أنا عندي نقطة قوة إنه أنا بحب ما أضيع وقتي بشيء تافه. نقطة قوة إنه أنا إنسان طيب بحب أساعد العالم، فالأولى كمان إني أساعد نفسي. فلا تروح على نقاط الضعف وتفشل نقاط القوة اللي عندك. هاي نقطة تانية. وهلأ ننتقل النقطة الثانية. جايكم النقطة الثالثة اللي هي نقطة كتير كتير مهمة، وبعتبر هي أهم نقطة من تحكيها عليها، هي تقبل الفشل. صديقي صديقتي، إذا أنت ما تقبلت الفشل أو أنت ما تقبلت فشل فأنت ما رح تنجح. مثلا أنا رسبت البكالوريا ما خربت الدنيا، ما نهاية العالم. فأنا إذا ما فشلت ما بتعلم، كل واحد تعلم من أغلاطه. فأنا بتقبل فشلي، طلعت على مباراة بوكس ملاكمة خسرت، مو مشكلة، مو نهاية العالم. محمد علي كلاي، مايك تايسون، أبطال عالم، جورج فورمان، أبطال عالم في الملاكمة، طلعوا بالحلبات وصالوا وجالوا وربحوا وخسروا. مو معناها أنا خسرت معناها أنا فشلت وبنتهي حياتي بتدمر نفسيا. فأنا لازم أتقبل الفشل. فيتقبل العديد من الرياضيين المحترفين الفشل لأنهم يعرفون أن الفشل يجعلهم أقوى. هناك درس تتعلمه من كل خسارة، صدقني وصدقيني، أي خسارة تخسرها في حياتك إن كان دراسة أو رياضة بتتعلم منها من درس. فالحياة عبارة عن تراكم دروس، والفشل هو بداية للنجاح. انظر إلى الفشل كفرصة لتحسين نفسك وتطوير لعبتك. فأنت لا تنظر للفشل إنه خيبة وأنا انتهى حياتي الرياضية أو حياتي الدراسية، لا، انظره إنه هي بداية لأطور لحالي في دراستي ولعبتي. فصديقي صديقي، تقبل الفشل. وهي النقطة الثالثة. وهلأ ننتقل للنقطة الأخيرة رح نحكي فيها، هي النقطة الرابعة اللي بتقول شجع نفسك. صديقي، أي الله عز وجل خلقنا النفس للإنسان، والنفس بدك تغذيها مثل ما بتغذي عضلاتك، بتغذي فكرك، النفس بدك تغذيها. طيب شلون بدك تغذيها؟ بالتشجيع. أنا بعد التوكل على الله عز وجل لازم أغذي نفسي، إنه أنا شلون أشجع نفسي؟ إنه أنا قادر أعمل شيء، أقنع عقلي الباطني إنه أنا ماني فاشل، أنا ماني ضعيف، فلازم أشجع نفسي. فبعد أداء ضعيف قل لنفسك أو بصوت عالي، أنا أؤمن بقدرتي وعندي الثقة، حتى لو كان أدائي ضعيف بالدراسة، بالحياة، بالرياضة، فشلت، ما بضعف نفسي وبقول لحالي أنا فاشل، لا، وقف دام مريب بقول أنا أؤمن بحالي وأؤمن بصفتي. مثل محمد علي كلاي ضل طول عمره يقول أنا الأفضل، أنا الملاكم الأقوى، أنا الملاكم القمة، أنا ما في ملاكم قدي. وبالأخير فعلا طلع هو الأسطورة، لأنه دائما كان يقلع عقله الباطل أنه هو الملاكم الأفضل على كل مستوى العالم في الملاكمة. فدائما أقنع نفسك وذاتك أنك أنت الأفضل. ولكن نصيحتي أنك دائما تفاعل بالخير تجده، صح، ولكن لا تتفائل بالخير كثيرا. يعني ما تطلق خيالك بالتفاؤل كثير. يعني لا تقول انا مثلا طالع على البطوله اليوم خلص ضيمن الاول مليون بالمليون. ليش؟ ممكن انت تخسر، تطلع الثاني الثالث الرابع تنحبط. مثل وقت ما بعرف اذا صاير معكم مثلا تكون على الجامعه رايحين، بقول الماده ناجحه بتجيب 85، بروح بتفاجئ الماده مثلا 50 او راسبه، فبتفاجئ بنصدم فبنحبط. مثلا احيانا بقول والله الماده ما قدمتها منيح، ممكن ارسو فيها، بروح بلاقيها ناجحه،
فهذا الشيء خدعه نفسيه، بتخدع على نفسك، فانت بتعطي نفسك تفاؤل كثير كثير انك انت بدك تاخذ مثلا درجه 100 وتيجي بتاخذ درجه 90 فبتلاقيها انه انت فاشل، بس قول انا بدي اخذ 90 وروخذ 100، فانت تفاعل بالخير ولكن ضع دائما انه في مجال للفشل لو صغير مشان ما دائما تنصدم بالواقع وهذا الشيء اثر حياتك. فشجع نفسك فانك تعزز ثقتك، فطريقه حماسيه مشان تشجع نفسك انت اللي بتختارها، من موسيقى، من سماع فيديوهات تحفيزية على اليوتيوب، من قراءة ناس ناجحين فنجحوا بحياتهم، ايش عملوا اساوا، فهذا الشيء بيقوي لك ثقتك بنفسك. واذا شعرت بالهزيمة بعد اداء ضعيف تخيل شعورك بعد اداء رائع. يعني انت عملت اداء ضعيف اليوم بالرياضة، بالملاكمة نفرض، برياضة نابة او بالمواي تاي، بالملاكمة عملت اداء ضعيف، اليوم انا رحت على النادي ادائي ضعيف، بجي على البيت ما بعد بفكر بادائي الضعيف وبخلي نفسي تفشل، بتذكر أدائي القوي مثلا هداك الأسبوع، أدائي القوي هداك الشهر، بتخيل أداء قوي لإلي، برسم أداء قوي لإلي، بخلي عقلي الباطني يقتنع أنه أنا أدائي قوي. فإذا هاي النقطة الأخيرة اللي هي شجع نفسك، بتمنى يكون هالفيديو عجبكم، بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات إيش رأيكم بالفيديو، إيش أكثر نقطة عجبتكم من اللي حكيتهم، وإيش بتحبوا أنزلكم كمان فيديوهات. يا ريت لايك للفيديو، تحطوا لي كومنتات وتسوي اشتراك بالقناة، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، صفحة الكابتن راضي عصمت وصفحة راضي تي في، بتمنى تكون الكل سوا سبسكرايب واشترك بالقناة وفعل زر